يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسكت عن أشياء، يعني الله، فهل لنا أن نصف الله بالسكوت انطلاقا من هذا الحديث؟ يا أخي يا أخي، قلنا لكم تجيبون الحديث بلفظه، تقول سكت الله عن أشياء رحمة لنا غير نسيان، تجيب الحديث بلفظه. أما أن تصف الله بأنه الساكت أو يسكت، الرسول ما قال هذا، ما قال الله ساكت أو يسكت، قال سكت عن أشياء رحمة بكم، بعد ما قال إن الله حرم أشياء وأحل أشياء ووضع حدودا، ثم قال وسكت عن أشياء، سياق، تقطع السياق وتجيب لفظة واحدة فقط. نعم، فأنتم تجيبون الحديث بلفظة ولا تقطعونه وتجيبون بعضه. نعم.